مشاهدينا، لا نزال في هذه التغطية المباشرة والحية للأحداث في أوكرانيا، ومعنا للمزيد من المتابعة عبر الهاتف الأستاذ عبد المسيح، الدكتور عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية في برلين. ضيفي الكريم، نرحب بك عبر شاشة التلفزيون المصري. تحياتي لك وللسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. يعني مؤخرا ضيفي الكريم تابعنا كلمة أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ في تعقيبه على الأحداث الأخيرة في أوكرانيا، كيف تابعت هذا المؤتمر الصحفي؟ يعني لا شك أن يعني اليوم الناتو بشكل عام معني بما يجري في أوكرانيا، علما أن أوكرانيا ليست عضو في الناتو، ولكن طبعا بالنسبة للناتو يعتبر اليوم ما يجري هو أمر يعنيه بشكل مباشر، ولا بد أن يكون هنالك موقف واضح من هذا الموضوع. ولكن بشكل أو بآخر أعتقد أن اليوم كما يعني أيضا سمعنا ربما المؤتمر الصحفي للمستشار الألماني، وما نسمعه أيضا في كواليس السياسة في أوروبا بشكل عام، أعتقد أنه حتى الآن لا يوجد أي قرار وأي توجه بالمشاركة العسكرية أو إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا، ولا أي موقف عسكري تجاه روسيا. طبعا لو كانت أوكرانيا ضمن الناتو لكان الوضع مختلف، ولكن حتى الآن أعتقد أن يعني الخطوات العسكرية من قبل الناتو ومن قبل الاتحاد الأوروبي حتى الآن ليست مطروحة بشكل فعلي. هو دعا لقمة افتراضية لحلف الناتو غدا لمناقشة هذا الوضع، وذكر مرارا وتكرارا في خلال المؤتمر أن الناتو يدعم حلفائه. يعني توقعاتك لما ستسفر عنه هذه القمة؟ يعني من خلال كما قلنا يعني الأجواء التي نسمعها ونراها هنا حتى الآن، ربما يعني يكون هنالك نوع من الدعم العسكري المحدود من قبل الناتو للجيش الأوكراني ولأوكرانيا، وهذا يعني ليس بجديد، يعني هم يرسلون بشكل أو بآخر مساعدات إن كان بشكل من الناتو أو من خلال الدول الغربية، طبعا ليس كلها ربما بشكل أساسي أمريكا. حتى الآن ألمانيا تتحفظ على إرسال أي نوع من السلاح، وأعتقد أن لا يوجد رغبة حتى الآن من قبل ألمانيا وأغلب دول الاتحاد الأوروبي بإرسال سلاح إلى أوكرانيا، لأن هذا الأمر طبعا سوف يترتب عليه ردة فعل لا شك من قبل روسيا على أوروبا بشكل عام، وعلى أيضا الناتو والذي متواجد بشكل عام في محيط روسيا. وبالتالي يعني أي تصعيد عسكري سوف يكون محسوب بشكل كبير جدا، وأعتقد أنه حتى الآن الناتو يتريس ولا يعني يبدي مواقف واضحة تجاه هذا الأمر، ولا أعتقد أنه سوف يكون هنالك تصعيد عسكري ولا دعم حقيقي عسكري من قبل الناتو لأوكرانيا، لأن هذا الأمر سوف يعني يفتح الأبواب على مصراعيها لمواجهة بين الناتو وبين روسيا، وهذا الأمر يعني لا شك أن لديه له تداعيات كبيرة لا يريد الناتو ولا أوروبا اليوم الدخول بها. يعني قبل الحديث عن التداعيات الاقتصادية والسياسية على ما يحدث الآن، في ظل المعطيات المتاحة حتى الآن ضيفي الكريم دكتور عبد المسيح، ما هي الصورة لما سيحدث في الساعات القادمة؟ هل نحن أمام حرب بدأت ويعني وغير معلوم متى تنتهي، أم أننا أمام عملية عسكرية محددة لتحقيق هدف سياسي كما يشير البعض؟ أنا أعتقد أن ما يجري اليوم في أوكرانيا من خلال الدخول يعني العسكري الروسي هو عملية محددة لها أهداف محددة ربما لن تنتهي بأيام، ولكن أعتقد أن بوتين اتخذ القرار بحسم هذه القضية وبحسم هذه المعركة لصالحه، وبالتالي أنا أعتقد أنه لن يخرج من أوكرانيا قبل أن ينهي هذا الملف بالشكل الذي يريده هو. الأيام القادمة سوف ربما تشهد يعني حراك مكثف جدا على الصعيد السياسي والدبلوماسي،
بين روسيا وبين الغرب بعد طبعا اليوم هنالك اجتماع بعد قليل في بروكسل، وكما قلت هنالك ايضا اجتماع غدا بالناتو. هذه الاجتماعات سوف تقرر بشكل او باخر جمله من القضايا، وعلى اساسها طبعا يعني كما قلنا عقوبات على روسيا والى ما هنالك، وعلى اساسها ربما ان يكون هنالك بدايه ايضا لمفاوضات مع الروس. يعني اعتقد هذا امر اصبح حتمي، خصوصا وان اليوم الدخول الروسي اعتقد انه حدد او فرض على الاوروبيين وعلى الغرب بشكل عام ان ياخذوا خطوات جديه الى الامام باتجاه التفاوض والنقاش وفتح البحث مع روسيا في قضايا طرحتها روسيا والشروط الامنيه التي طرحتها روسيا. الامر اليوم اعتقد انه اصبح جدي، ولا شك ان الايام القادمه سوف تشهد حراك سياسي مكثف جدا واتصالات على اعلى المستويات، رغم ان اليوم امريكا او بالامس امريكا يعني اوقفت او الغت اجتماعات مع روسيا، ولكن اعتقد ان الباب سوف يكون مفتوح ربما من قبل اوروبا للتواصل مع الروس ولطرح هذا الامر بشكل جدي. في هذه الحالة دكتور عبد المسيح، وفي إطار البحث عن موقف موحد للمعسكر الآخر الغرب والولايات المتحدة تحديدا، في رأيك من سيقود مسألة الحل الدبلوماسي أو الحل السياسي الذي أشرت إليه؟ يعني أنا أعتقد أن الألمان هم يعني من يقود، الألمان والفرنسيين ربما بشكل مشترك يمكن أن يقودوا هذا الحراك، ويعني هذا توجه ألماني واضح جدا. نعم. وأصر عليه وأكد عليه اليوم حتى المستشار الألماني قال بشكل واضح جدا أنه يتفهم المخاوف الروسية من انتشار الناتو على محيط روسيا، وهذا أمر طبعا لا شك هذا التصريح له أهمية كبيرة جدا بالطبع. في هذا التوقيت بالذات، وأصر على أنه يجب تبني الحلول الدبلوماسية، إضافة إلى إشارته أيضا يعني ورقة العقوبات. وورقة العقوبات هنا أمر حتمي وأمر إجباري طبعا من قبل الاتحاد الأوروبي والغرب عموما، حتى يكون لديهم أيضا أوراق يضعونها على الطاولة مع الروس. اليوم الروسي طبعا أخذ زمام المبادرة ويعني تقدم إلى الأمام خطوات كبيرة جدا، ووضع في يديه أوراق عسكرية وأوراق أمنية وتهديدات وإلى ما هنالك موجودة اليوم أصبحت بيد الروسي. لابد من أن يكون هنالك خطوات مقابلة أيضا من قبل الأوروبيين، وهي ورقة المفاوضات وأعتقد وورقة العقوبات والمفاوضات. يعني أعتقد أن مقدمة يعني فرض العقوبات هي بشكل أو بآخر مقدمة لنقاشات ومفاوضات مع الروس، وليست ورقة تهديد عسكري أو تصعيد عسكري. نعم، يعني أوراق أمام أوراق أخرى. طيب، التداعيات الاقتصادية للعقوبات المقرر فرضها على روسيا، ربما البعض أشار أنها تطال روسيا وتطال أيضا الدول التي تفرض هذه العقوبات، ألمانيا على وجه التحديد، يعني كيف ستتعامل مع هذا الملف؟ بالتأكيد، يعني أنا أكدت في أغلب المقابلات منذ أن أعلنت ألمانيا وقف يعني العمل ب بخط الشمال 2، سيل الشمال 2، أعتقد أن هذا الأمر انعكس بشكل سلبي جدا على الداخل الأوروبي وحتى على أمريكا قبل أن ينعكس على الروس. يعني اليوم نشهد في الشارع الألماني على سبيل المثال، وكذا أيضا في الشوارع الأوروبية الأخرى، تململ كبير جدا وخوف حقيقي من جهة أن النقص الذي يمكن أن يحصل في مصادر الطاقة، إضافة إلى الغلاء المباشر الذي بدأ مباشرة بعد هذا الإعلان في أسعار الطاقة والغاز والبترول، وهنالك هواجس وخوف حقيقي حقيقة اليوم من أنه إذا زادت جرعة ومنسوب العقوبات على روسيا أنه سوف ينعكس بشكل سلبي أكثر. لا شك أيضا يجب أن لا ننسى أن الخط الأول، يعني خط الشمال، سير الشمال الأول والذي يمر في أوكرانيا أيضا، والذي يعتبر الشريان الأهم حتى الآن والذي يمد أوروبا،
هو أيضا يمكن أن يكون بقطر، وبالتالي نحن أمام كارثة حقيقية في الاقتصاد الأوروبي وفي الحياة، يعني أيضا الاحتياجات الأساسية للمواطن الأوروبي، وبالتالي الأمور يمكن أن تتصاعد وتنعكس على أوروبا ربما أكثر من روسيا نفسها. ولذلك يعني ورقة العقوبات حتى الآن أجد أنها ربما تصعيد إعلامي لم يصل إلى المستويات الذي نسمعه في يعني بين الحروف والسطور والكلمات التي الشديدة والقوية اللهجة من قبل يعني الاتحاد الأوروبي، قادة الاتحاد الأوروبي وقادة الدول الأوروبية. أعتقد أنه لم يصل إلى ذلك الحد المميت كما أسموه، لذلك لأن الأمر سوف ينعكس عليهم، وبالتالي هم يعاقبون أنفسهم، وهذا نعم. أمر لا شك أن الأوروبي ليس بذلك يعني بتلك الرعونة التي يمكن أن يتصرف بهذا الشكل، يعني لدرجة أنه أن يؤذي وأن يعاقب نفسه بنفسه. أعتقد أن الأمور بحاجة إلى تروي، وهذا ما ربما نشهده في اللقاءات القادمة في بروكسل وفي الناتو وفي وبين قادة أوروبا. أخيرا ضيف الكريم دكتور عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية من برلين، ومن سياق كلمة أو المؤتمر الصحفي لأمين عام حلف الناتو عندما أشار إلى المعلومات الاستخباراتية التي وردت إلى الحلف قبل العملية ولكن لم تحدد بالتحديد توقيت العملية. أسأل هنا ضيفي الكريم عن الصورة، هل الصورة واضحة أمام قادة الدول الأوروبية والولايات المتحدة وأمام الجميع أم لا؟ فقدنا الاتصال بالدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية من برلين.